اعتقد يا بدر أيوة. واحد من الناس المؤثره وبشكل كبير جدا سعد سمير في فريق النادي الاهلي، وانا قصدت ان انا اساله في موضوع علي لان انا عارف ان علي، يعني انا لما شفت حتى الفيديوهات اللي جايه لنا شايف ان علي برضو متضايق علي شويه. زعلان طبعا هو اي لاعب يزعل من حاجات زي دي. هو ممكن علي ان الناس بصت عليه، هو عمل تسخينات معنا في ماتش بالميراس، والناس كانت مش عارف طلعوا عليه كلام، بس علي حبه النادي الاهلي هو اللي خلاه يسخن معنا في الماتش ده، وكانت عنده رغبه انه يساعدنا في ماتش بالميراس. اي بس انا راح اقول حاجه على علي. تفضل. علي لو نزل صورة تبع رجليه معاه في موبايله، في ناس كتير راح تغير قرارها من علي. في ناس كتير راح تسامح علي وراح تطلب السماحة من علي، علشان علي مع صورة تبع رجليه. لو ممكن علي ينزل الصورة دي تبع رجليه، خلاص الناس اللي كانت بتتكلم وحش على علي ونسيوا تاريخه مع النادي الاهلي. الحمد لله جمهور الاهلي، ده خلي بالك مش جمهور الاهلي خالص، لا مش جمهور الاهلي طبعا. علي لو برجل واحده مع جمهور الاهلي ما عندهمش مشكله. ما هو ما فيش حد بيخش بين جمهور الاهلي. انا اتمنى اكون زي علي معلول مع جمهور الاهلي. الحاجات اللي عملها علي معلول، اتمنى انني في يوم من الايام ابقى جمهور الاهلي يحبني زي ما يحب علي معلول. كلام مهم جدا، بس حاجات زي دي مش ينفع مره ثانيه تتعمل كده، وخصوصا مع لاعب اعطى الفريق زي علي معلول. احنا موجودين عشان نتصدى لمثل هذه الامور، وده دورنا الاعلامي الحقيقه قناه النادي الاهلي، اللي احنا نتصدى لمثل هذه الامور. وانا متاكد ان جمهور النادي الاهلي يا بدر اعتقد ان هو هيعاملك معامله زي علي معلول خلال الفتره الجايه.